شهر أكتوبر. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. يتعين إجراء فحص الماموغرام للثدي، وهو اختبار بالأشعة السينية، ويتم كل 3 سنوات للسيدات اللاتي يبلغن من العمر من 45 إلى 69 سنة. الكشف عن سرطان الثدي يزيد من فرص العلاج الناجح والبقاء على قيد الحياة. لحجز موعد لإجراء فحص الماموغرام يرجى الاتصال بالرقم 800-111-12. لخدمات الكشف المبكر الاتصال على 107 خدمة حياك، أو على 16060 خدمة نسمعك. بالمعرفة والوعي نحمي أنفسنا.